جدا ورائعة، وتغنيها أيضا وردة جزائرية بتلحينه هو، لكن سمعناها بصوته سيد مكاوي. أوقاتي بتحلو، نحن أوقاتنا تحلو معك سي عبد الرحيم في هذه الحصة. وأنت حكيت بكري على المشاغل والمسائل المطروحة، خاصة والمشاكل نجم نقولوا في المستشفى وحدة الأغالبة، على مستوى الاكتظاظ، على مستوى حضور الناس. تنجمش تعطينا حلول، ربما تصوراتك انت، حتى يكون هذا المرفق العمومي يعمل بطريقة أنجع، سواء بالنسبة لإطار الطبي والشبه الطبي، وأيضا المواطن يزم ويتفهم اللي هذه المؤسسة مدام خليت مريضك انت غادي، راهو عبارة انت موجود فما، انت راهو مدام دخلت مريض راهو احسبك حسابك، راهو فما طبيب وفما ممرضين مش لهو به. نعتني ونحترم هذه المؤسسة. تفضل سي. انا فما بداية نقطة أخرى سي زبير نوه بها، وكتبت فيها عديد المرات المدير الجهوي، أنا ثم حاجات الاكتظاظ في قسم الاستعجالي بوحدة الأغالبة، وكذلك الاكتظاظ بقسم الاستعجالي ابن جزار. نعم. احنا عندنا توا مادام أحدثوا استعجالي في حفوز واستعجالي في سيدي عمر، وإن شاء الله يكونوا يعملوا لنا استعجالي باهي في حاجب العيون. ونجم راهو ثم حاجات اشكاليه صغيره، توا بلي واحد كسر بسيط غير مفتوح، نقول احنا تشعيره، يوجهوا ساعات يجينا بومبيلونس المستشفى لغالب مش يجبس. انا اقترحت عليها مع عديد الواد اخويا، انا كونوا ابعثوا ممرضين، اما نمشيوا احنا العين المكان نعلمهم كيفاش يعمل الجبس، والا بعثونا ممرضين كل مستشفى مثلا حفوز يبعث زوز ولا ثلاثه لمده شهرين يتكون يعرف كيفاش يعمل الجبس. ما عندهم هذوما المستشفيات فيهم اشعه، فيهم صيدليات، فيهم تحاليل، علاش تبعث فيه انت القروان؟ وهذا هو السؤال، لما خاصه انتم نحن ما شاء الله عندنا مستشفى في الحاجب العيون وعندنا في بوحاجله حفوز وحفوز، ماذا بين الحالات اللي المستعجله مستعجله جدا جيب بتبيع. لكن كما كنت تحكي سيادتك جبس ولا حاجه بسيطه ولا حاجه، علاش ما تكونش عايل المكان؟ وبالتالي نقص الاكتظاظ على المستشفى الجزائري. نعم. انا بحكم كنت نعمل ستاتستيك يوميا الاحصائيات نتاعي. ايوه. يعني اخر استحصائيات كنا نشوف فيما يقارب من بين 400 و 450 يوميا. يوميا في قسمنا. صدقني اللي كي نجي نحسب فيهم حالات استعجاليه تلقى ما بين 180 85 لاكثر حاجات 100 110 حالات استعجاليه. والبقيه 300 نجم يكونوا مدونين، نجم يكونوا مدونين على عين المكان. لكن هنا زاد نزلنا نطرحوا سؤال، كيفاش مستشفى موجود في الحاجب العيون في بوحاجه وكذا يبعثوا حالات كما هذه؟ يبعث لك حالات لانه طبيب صحه عمومية ما عندوش قاعه نتاع جبس، ما عندوش شكون يعمل الجبس، هو ينجم يقرا طبيب صحه خاطر في الاستعجال، طبيب صحه عموميه كيف وكيف زميله في الحاجب، نجم هو سهلة باش تقرا أشعة سهلة، حتى ممرض قديم يعرف عندي كسر ما يعرفش، هو الفني الأشعة في الجيوب نجم يعرف عندك أشعة ولا ما عندك شيء. على كل إن شاء الله إن شاء الله قلنا لهم احنا يا هذه حل من الحلول باش، وإلا ثم حلول أخرى، وقلنا المواعيد نعطيكم مثلا حاجب تطلب نهار الاثنين من غير قيد لمريضك، أعطيه عندك وأعطيه هذا الموعد مثلا، أعطيه نهار الاثنين باش يجي للعيادة، حفوز اعطيه بالثلاثة، الصبيخ اعطيه بالاربعة، العلاه معناها تنجم منظمها بالتليفون. توقيت زمني منظم. منظم هو كنت تجي تكلم الناظر نتاع العيادات وتقول له اعطينا نهار مثلا سيدي عمر، يقول لك هو ديما بعث انت من سيدي عمر تجيب بالاربعة. يجيو بالاربعة معتمدين زوز معتمديات بالاربعة، زوز معتمديات بالاثنين، احنا نخدموا خمسة على سبعة. نجم تفضل المشكلة هذا نتاع العياد والاستعجال يتجنب على الأقل 200 مريض، وما تلقاش وتلقى الإسعافات الأولية بسرعة للمصابين الخطيرين، أما كل شيء تعرف وليت كان هاي جواب ويمشي استعجال يجاوب. وهنا حاجة أخرى، المواطن مثلا هنا في قرون المدينة يقول لك مانيش ماشي المستشفى ما دام نمشي الاستعجال، أنا في الليل نصور ونحلل وناخذ دواء، يكتبوا لي دواء، علاش ماشي المستشفى؟ يجي كلمة يقول لك لا، ثم حلول أخرى، طبعا عندنا مستوى صفات كبيرة فارغة، ما ثماش
مستوى شوف القاروي نجم هذاك يكون استعجالي مش الحجام نعمل فيه استعجالي قديم الحجام يعني نعمل فيه عمليات استعجالي الفرز اللي الدواء غاد ياخذ واه يمشي يروح والحالات المستأصلة يتحول عمل استعجالي للجزار انا حسب رايي موجود في عديد المدن تو كي تشوف استعجالي مساكن عندهم فرحة حشاد ومساكن قدش تبعد على السوس حتى شيء 20 دقيقة 15 عشان كلمة مساكن فيها لا طبيب العظة في طبيب النساء في طبيب الأطفال يعملونا في حفوز طبيب أطفال طبيب عظام طبيب جراحة في شدة لو حاجة أخرى تو حفوز كبرت معناها سكانيا معتمديات هذه شوف سكانيا كبرت معتمديات الساحل هي قصر الهلال في جراحة في عظام في كم تبع المستير قصر الهلال صحيح مش بعيده برشا فهمني واحنا حاج بالعيون بعد علينا شراد 75 كيلو متر حاج 65 كيلو متر اما احنا نبعثوا له معناتها على الاقل اولويه ابعث طبيب اختصاص نعم. يمشي مره في الاسبوع انا حسب من كلامك معناتها ينجم تكون بعض المرضى يداووا لعين المكان ما غير ما تخليه يهبط القروان وما غير ما يهبط على شيء خاصه انه يكون في شيء عنده متوفى ان شاء الله على كل الحلول هذه يروه بعين الاعتبار خاصة كما قلت هذا يلزمه مخطط كبير يلزمه مخطط كبير تنظيم ثم حاجة المواطن لا يلزمه يفهمها أيوة. يمشي للسبيطار يقول ما قلتها يا ودي يلزمكم تفهموا السبيطار راهي ميزانيته ما تضمش راهي الكناعة مش قاعدة تخلص في السبيطارات سواء ناس في تونس ولا راهي الميزانية ضعيفة ضئيلة جدا ميزانية ضئيلة جدا يعني جوش ياخذ بها شوية أدوية الحالات الاستعجالية فلان تعرف المريض في قسم الانعاش يكلف على الاقل الليله نتاعو مليون مليون ونص. صحيح. أنا لازم المواطن يتفاهم الظروف نتاع الكناة ما دام يفلس الواحد والسبيطار ما خلصش ورا. ان شاء الله على كل هذه الحلول تلقى لها حلول الدوله بطبيعه الحال ونحن نفكر ونامل دائما وابدا باش تكون عندنا منظومه صحيه طيبه جدا سواء على مستوى الموارد البشريه على مستوى المعدات والمستلزمات. بالله كلمه واحده تفضل تفضل سي ايمن نسيت الكلمه برك راهو بالله سوا انا قاعد انا كنت عضو في اللجنه نتاع وينو السبيطار اول ما تكونت ومن بعد انسحب بالله يزيونا من وينو السبيطار راه السبيطار المهم تو نقول لك السبيطار راهي الاموال انا خدمت في السعوديه ونعرف طريقه العمل نتاعها راهو وزاره الصحه التونسيه والدوله التونسيه تو ما تصب لها حتى مليون في حساب ايوا الفلوس موجوده في البنك السعودي تابع لها ايوا الواحد خلل الخلل راهو هما التسيع دراسات بكل عند المكاتب السعوديه ايوا رانا احنا سببين الماء اليدي وهم وعدونا السعوديه وقاعدة تو راهو مش كيما بنينا كيما بنوهم راني انا اشتغلت في مستشفى الملك فهد عنده منكم في 20 ولا 24 مستشفى الملك فهد وكلهم يشبهوا لبعضهم راهي مدينه بتمام كان يبدا راسك يحط لك هو عارسه يعرف مش يحط امكانيات كبيره سي امكانيات كبيره خلي يبنيونها مستشفى باهي وما تبداوش راه مش حق هو راهي هيبه صحيح ويزيهم الضغط خليها كملوا هنا هو راه مش يجي المستشفى نعم هذا هو سي عبد الرحيم نحن بطبيعه الحال نامل ذلك مستشفى سلمان مش يكون يرى النور قريبا ان شاء الله يكون في بدايه السنه الجديده قريبا بدايه السنه الجديده ان شاء الله يكون طالع خير على القيروان وان شاء الله تكون كما كنت نحكي الصحه في القيروان هي تاج على الرؤوس كل الاصحاء ولكن ان شاء الله الصحه عندنا في القيروان تتقدم في كل المشاريع كل المجالات سواء البنيه التحتيه سواء الاطار المشرف على الصحه ونتمناو كل النجاح لاطاراتنا الطبيه وشبه الطبيه في ولايه القيروان بصفه خاصه وفي تونس بصفه عامه هكذا اذا سيداتي وسيدي قبل نحب نشكرك شكر خاص تفضلك وجيت بحذانا اليوم نشكر سي عبد الرحيم السبوعي وهو من جنود الخفاء من الناس اللي خدموا من الناس اللي اعطاوا للصحه تقريبا هناك 40 سنه اعطاوا الصحه العموميه والخبرات نتاعهم هما نستفيدوا منها بطبيعه الحال اذا هكذا سيداتي وساتي تنتهي هذه الحلقه من برنامجكم الاسبوعي لمسه وفاه وقبل النهايه فما غنيه زاد مش يسمعها سي عبد الرحيم وهي للطفي بوشناق الكراسي